هل يعتبر ذكر فضائل هؤلاء الثلاثة معارضا للنهي عن مدح الرجل في وجهه؟ هذا ما هو من باب المدح الابتداء، هذا له سبب. إذا كان المدح له سبب من جبر خاطره فلا بأس بذلك، أما المدح اللي معناه التزكية ومعناه الإعجاب هذا لا يجوز، لكن إذا كان المدح له سبب فهذا لا بأس. نعم.